والجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. ينطلق الشوط التاسع في أشواط مساء هذا اليوم، الشوط التاسع الخاص بالبكار، اللقاية، المحليات، الأصايل الذي تحمل شعارات وتنقل شعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهورها في عالم الأصالة. وفي هذا المسار نسير مباشرة إلى الظبي، الظبي اللي تقود المشاركات بشعار هجن العاصفة، الواثق حمد بن راشد بن غدير يقودها في التضمير، تليها في المركز الثاني وتاتي بن صوغان لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرثي يقودها في التضمير، بينما المركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات حضور لتسجل حضور هجن العاصفة بالأداء الجميل وبالاستعداد الرائع بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الرابع فتتقدم في رابع المراكز وتتواجد فيه المزروعية تأتي في المركز الرابع لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يتولى عملية التضمير، بينما المركز الخامس تقدمت في المركز الخامس بن صوغان لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز السادس سادس المراكز تأتي هجن زعبيل مع شواهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، والمركز السابع لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن عبد الله بالطير العامري الذي تتدخل في هذه اللحظات وهي الشاهينية. المركز التاسع تاسع المراكز من الجانب الآخر من هجن العاصفة، تدخلت في هذه اللحظة الوسمية من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز العاشر عاشر المراكز أيضا لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر المراكز الأولى في مسارها وفي نداها الأول في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل وهذا المساء. سن مشاهدين الأعزاء المفاجآت وسن اللقاية، سن المفاجآت والسرعة الذي تنطلق فيه في هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء الجميل. نسير مع المركز الأول، نعود مع الظبي على مقدمة هذا الشوط، الظبي لسمو الشيخ الظبي من هجن العاصفة تعود ملكيتها ويضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. تدخلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أحد شبابنا المضمرين حمد بن عبد الله بالطير العامري يقودها في التضمير، بينما الوسمية تأتي في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع تتقدم فيه مشاهدين الأعزاء هجن العاصفة كذلك يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهي اسمها البنية. يا سلام وصلت في هذه اللحظات إلى المركز الخامس وتقدمت هملولة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميرها. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى ثلاثية العاصفة وهجنها، إلى ثلاثية العاصفة تتقدم في هذه اللحظات وتتقدم الوسمية من جانب اليمين تقود مساري هذا الشوط. الوسمية انطلقت على المركز الأول، باعدت بينها وبين البقية في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتحياتي للواثق حمد بن راشد بن غدير على فوز الوسمية ولحظات وصولها إلى خط النهاية بشعار هجن العاصفة وإنجازاتها العملاقة. الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هملولة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع من هجن العاصفة البنية، والمركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم اللي هي بنت صوغان. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز في وصولها إلى خط النهاية في هذا المسار وهذا التحدي. هذه الأعادة وفي الأعادة أفادة بالتوقيت الزمني، وهذه الوسمية من هجن العاصفة حققت توقيت زمني 6:06:03 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما وصلت الشاهينية في المركز الثاني.
بنشوف توقيت هالزمن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن عبد الله بالطير العامري. تهانينا 6:07.9 من الثانية، بينما المركز الثالث من وصلت هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير. نشوف يا مخرجنا المركز الثالث وتوقيت هالزمني هذه على شاشة التلفزيون 6:08.8 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس.